احمد رياض فهيم شاف، والدي كان عمده سابق، وانا رشحت للعموديه بعد العمده عبد الغني شاش. والعموديه عندنا من الثمانينات، من سنه 1800 وكذا، اللي بداها شحاته بيشاش، وده كان عضو في مجلس شورى النواب اللي كان اختار فيها الملك فؤاد، ودنت العموديه من هذا التاريخ معانا حتى الان. واحنا بنحاول البلد، عندنا احنا بنحب البلد جدا وبنحب ناسنا وبنحب اهالينا، والناس بنقدرهم وهم بيقدرونا، وبلدنا تعتبر من البلاد الطيبه والمميزه في طبيعتها، ومتعاونين جدا مع بعض، احنا سعداء جدا ببلدنا. طب ممكن حضرتك تكلمنا على الزياره التاريخيه لزعيم جمال عبد الناصر لقريه بني هلال، وتحديدا دوار عيله شاش؟ الزياره التاريخيه دي كان لنا عمنا اسمه احمد رياض، وانا مسمى على اسمه، ده كان استشهد في فدائيين بورسعيد، فكان الموضوع ده له قدر كبيره وقيمه كبيره جدا. فجمال عبد الناصر نزل هو اعضاء رجال الثوره لزياره، وبناء عن الزياره دي حبوا يكرموا بني هلال، فكرموها ببناء اول وحده مجمعه، والكلام ده كان سنة 54، وخطب هنا في دوارنا هنا خطاب معروف ومشهور له، وفي عندنا وثيقة بالخطاب ده هوت، وبرضه بعض الصور لجمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قادة الثورة، بما فيهم كمال الدين حسين وبعض أعضاء شرف لبلدنا، وشيء جميل جدا احنا بنحترمه وبنقدره. طب أفراد عائلة شاش بتتواصلوا مع بعض ازاي بقى؟ احنا في اشياء يعني، في مثلا احنا عندنا مثلا رمضان، اول جمعه في رمضان لازم تكون افراد عائله شاش كلها موجوده، بنفطر مع بعض، ونقعد بعد ما نفطر نقعد في قعده سمر، بحيث اللي موجود في اسكندريه بيبقى جه، واللي موجود في القاهره بيجي في نفس اليوم ده، ويبقى عدد ضخم جدا هنا، نفطر مع بعض ونقعد مع بعض، بيبقى يوم احتفالي. ده اسلوب، ده حاجه. الحاجه الثانيه مثلا في الاعياد لازم يبقوا مجمعين برضه، سواء العيد الصغير او العيد الكبير، ويحصل نوع من التزاور لكل اللي موجودين في بيوتهم اللي موجوده في القريه، لانه كل المغتربين من عائله شاش كلهم لهم بيوت في القريه، فبيجوا بالعائله كامله، نروح نزور عائلتهم في البيوت بتاعتهم في العيد الصغير والعيد الكبير. وطبعا ما طوال في تواصل ما بين تليفونات وما بين لقاءات وما بين حتى ولادنا اللي هم الشباب، بنصر ونبلغهم ان انتوا كل فتره تعملوا قاعده في القاهره، الناس اللي في القاهره تعمل قاعده في القاهره مع بعض، يعني مثلا في رمضان ده رغم ان هم بيجوا هنا في اول جمعه في رمضان، الا لازم يتسحروا في رمضان برضه في القاهره. أيوة. الشباب مجمع، احنا بنحاول ندعم المساله دي على اساس يظل التواصل موجود بينا. بالنسبه للصوره اللي هي قدام حضرتك دي بمناسبه زياره رئيس جمال عبد الناصر لقريه بني هلال، ووضعوا الحجر الرئيسي للوحده المجمعه، اول وحده مجمعه في الجمهوريه، ودي كانت بمناسبه وفاه الشهيد احمد رياض شاش. طبعا مجموعه جمال عبد الناصر كان مع كمال الدين حسين، وموجود العمد بتوع القرى اللي حوالينا، وكان موجود طبعا جد عبد اللطيف وجد رياض وناس من اهل شاش كتير جدا، وناس العمد، وده طبعا بما ان جمال عبد الناصر وهو بيحط الحجر الاساسي هنا وهنا، وهم بيلفوا في القريه، بيسكنوا في شوارع القريه.